سلام، عرفت بلي انني تعطلت عليكم لانه كان خصني نحط لكم فيديو البارح، ولكن ما شكيت عليكم شدتني واحد الشقيقه. الفيديو كان مكتوب، كان خصو غير التصوير والمونتاج. فدابا جيت باش نحط لكم الجزء الثاني واللي هو الاخير، غير هو قبل. اذا ما كنتيش شفتي الحلقه ديال البارح راه ما تقدرش تفهم او لا تعيش مع التفاصيل تاع الحلقه ديال اليوم. ولهذا اذا بغيتي تفرج في الحلقه نتاع البارح غادي تلقى لتحت في اول تعليق الرابط نتاع شنو دات البارح. باخر ما نتعطلش عليكم اكثر، وما تنسوش بانكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود. ونقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. خلينا البارح في اللقطه فاش انه كتقولنا فاتين دازت 3 شهور خياليه مع الاب ديالي، وحيت بابا ما كيتشاورش معنا. هنا غادي ندخلوا في واحد المرحله اللي هي قاتله، ولينا كندخلوا للدار كنلقاوها مجموعه وكنلقاو الطياب، وهنا عرفنا بلي انه شي مره راه كتجي. دازت مده اللي كانت ماشي طويله، وقال لنا بابا بلي انه راني بغيت نتزوج. شنو غادي نقول ليه في نظركم؟ اييه ما غادي نزيدوك غير الخير والاحسان، عجبتك وعجبتيها ما عندنا ما نديرو. دانا عرفنا عليها وخطبناها ليه وتزوج بها. وقلت ليه بابا بشرط ما تجيبهاش للدار، حيتاش الاولى ما كانتش كتولد، والثانيه هذه مطلقه وبزوج وليدات. انا داك البنت كانت عندها في عمرها 6 سنين والولد كانت في عمره 4 سنين. قلت ليه بابا بشرط عافاك ما تجيبهاش للدار، كري لها فشي بلاصه واحده اخرى وما تخلطش المراه معانا، حيتاش كيوقعوا احتكاكات اللي كيقدروا يؤديوا للمشاكل، وانت ما كتقدرش تهز صوتك على المراه. فعلا بابا عمره ما هز صوته ولا ضرب شي مراه. بابا فيه مشكل انه ما تيعطيش قيمه لراسو، وداك السكات ديال على شي حاجه اللي ما خصوش انه يسكت فيها المراه كتبغي تطلع للفوق. قال لنا واخا. فهاد مرتو كانت مره كتجي عندنا، مره كتمشي لدارها وبولادها، غير جات كورونا قال لها صافي جلسي معنا. جلسات وراكم عارفين كورونا شحال طولات. الولد الصغير غادي ندخلو لبيتي ولا كينعس معايا، اما البنيته الصغيره كتنعس مع اختي. هي فاش تزوجات بحيلة نسات ولادها، قلت انا اختي ماشي مشكل، هي مزوجه وجديده، تنقول لها غير سيري تهلاي فراسك وقابلي راجلك وحنا غادي نتعاونوا معاك في الوليدات. انا ذاك انا اللي كنت مهتمه بالدري، وكنديه هو اختو للمدرسه وكنجيبهم، كنت كنتعامل معاهم تماما بحال خوتي. لكن غادي يدوز واحد المده اللي ما كانتش طويله وغادي يبان العيب ديالها. ملي بابا غادي يهبط للمغرب غادي تبعو اختي، وغادي نبقى غير انا وياها بوحدنا في الدار. فبداو منها المشاكل. البنت صاحبتي اللي كانت كتجي عندنا كان كيعيط لي بابا وتيقول لي ما تدخليهاش عندي للدار. الله يهديك بابا، راك كتعرف البنت وكتعرف والديها ومن الصغر ديالي، وهذه سنوات ما تعاود تجي ديك البنت عندي للدار. صافي تمشي عندها تنقول لها فلانه شنو قلتي لبابا؟ لا ما قلت ليه والو، مالو شنو وقع؟ راه غير بوحدو. اوكي بعد المرات تنكون في بيتي حتى تيعيط لي بابا، اللي ماشي باش يسولني واش انت في الدار، لا تيعيط لي كيغوت عليا ويقطع عليا التليفون. واحد النهار غادي يدوي ليا تيغوت وانت ما كتحشميش، وشوفي الوقيته اللي باقا فيها في الزنقه، وشنو كتسناني واش حتى نهبط للمغرب باش انا كيتخرجي وديري وتفعلي. وبابا الله يهديك شنو هاد الكلام اللي كتقول؟ غادي يقطع عليا التليفون وما كيجاوبنيش، كنصوني عليه كاميرا ما بخاش يجاوبني. مال هذا هبط المغرب وهو يتبدل؟ غادي تعيط لي اختي وغادي تقول لي راني هزيت التليفون تاع بابا بلا ما يعيق، ولقيت بلي انا وديك خيتي راه كتصيفط لي ميساجات، وكتقول لي راه بنتك فاتين خرجت دابا وجات من موراها واحد الطوموبيل ودتها. غادي نعيط لاختي كاميرا وغادي نقول لها شوفي اختي فين انا، كتبغي تدوز ليا بابا وهو كان كل مره كيرفض. انا ما فهمتش بابا تبدل، هزيتي راجل وحطيتي واحد، ماشي داك بابا الحنين واللي تيحماق على بناتو وينعس توسط منهم واخا دارو 18 عام. تبدل والمشاكل غير غاديين وكيتزادوا، غير هو تيخرج من الدار تيبداو المشاكل، غير هو تيرجع المراه كتبدل وكتولي حنينه. شنو كانت دير؟ كانت كتعايرني وكانت كتطلق التسجيل، وانا كنبدا كنغوت غير بوحدي، وانا ما عارفاش القالب اللي هي كانت لعبه ليا، وكنبدا كنسبها. داكشي اللي كتسجل كتمشي كتصيفطو لبابا، اللي من بعد عاد غادي نعرف بلي هاد القلب كانت كتلعبو عليا. فغادي يوقعوا بزاف ديال المشاكل وتراكمات بيني وبينها وبين بابا، وما بقاش كيتيقني وتيقول لي انا ما كنتيقش بك فاتين. واحد النهار كنت مريضه حيت بقوه ما ضربني بابا صافي يئست وبغيت ننتحر، فغادي نشرب كينات وطحت ديك الساعه حتاجه، ولقاني مجبده هزني وداني للطبيب اللي غادي يغسل لي المعده ديالي، وبات معايا في السبيطار ورجعني مع ديك الستة ديال الصباح في الدار ومشى لخدمته. انا فاش جيت للدار وبغيت نعس في بيتي، فاش كنت داخله ليه هي غادي تجرني، فين داخله فلان؟ فين داخله؟ داخله لبيتي، هذاك ما بقاش بيتك، هذاك ولا بيت ولدي. قلت لها عافاك شوفي يا فلانه، انا ما عنديش الجهد اللي نهضر معاك به دابا، راني كنت بيتها في السبيطار وانت عارفه علاش، وانت هي السبب، ف
فخليني دابا عافاك ندخل نعس في بيتي، حيتاش ما نعساش الليل كامل. اقسم بالله غادي تجرني من شعري وغادي تهبطوا لي على الارض وغادي تسطم لي على راسي. انا تصدمت، قالت لي بيت ولدي هذا وما غاديش تباتي فيه. ومعاك الناس ساكنين في فيلا، الفوق كانوا غير البيوت ديال النعاس والتحت كان الصالون، فغادي تهبطني من الدروج هي وجرى لي شعري ودفعتني للزنقه وانا تنغوت لربي اللي خلقني. اعتقوني اعتقوني، ريحتني في الارض. من جاو الجيران كيشوفوا القوب اللي انه شعري كامل ومنتوف وانا مضروبه في يدي وفوجهي وكل اللي كانت ترعد. فهربت لعندهم وتنقول لهم باللي انا ما تليش باغا ندخل للدار، هي زدحات عليهم الباب. فمن جاو الجيران يشوفوا القوب اللي انه شعري كامل ومنتوف ومضروبه في يدي وفوجهي وكل اللي كانت ترعد. فهربت لعندهم وتنقول لهم انا ما تليش باغا ندخل ديك الدار، هي زدحات عليهم الباب ودخلت كانه شيئا لم يكن. الجيران شنو غادي يديروا؟ الجيران غادي ينوضوا يعيطوا على البوليس وعلى الاسعافات. ديك الساعه هي عيطت لبابا. انا خرجت انا ذاك بلا تليفون ولا والو، خرج اصلا بالحفه. فجا بابا وجا عندك الجيران اللي قال لهم راني بغيت بنتي. قالوا لي شوف غادي توقع لهاد البنت شي حاجه انت اللي غادي نلومك، حيت حنا شفنا كلشي بعينينا. قال لهم بابا واش في نظركم انا غادي نأذي بنتي؟ باني وانا تنبكي عليه وتنقول ليه ها شنو دارت ليا، ما تيجاوبنيش. دخلت للدار قال لي ما كان تيقكش. هاد اللقطه جاتني بحيلة دخلتي فيا شي موس في قاع قلبي. قلت ليه شنو؟ قال لي ما كان تيقش بيك وحتى هي راه لقيتها مضروبه. شوفوا بنت الحرام فعلها شنو دارت، اشنو فين مضروبه؟ ما قالش ليا ومازال اصلا ما كملش كيصونيو ليه البوليس. قال لي عزيزتي تلبوليس البوليس، حلفت ليه بانه لا. قال لي وبلاتي انا غادي نجاوبهم. الو فين هي بنتك؟ ها هي خرجها. خرجوني وطلعوني في الاسعاف وداوني. غير وصلت للطبيب قال لي اصلا حنا كنعيطوا لك النهار كامل حيت الدواء اللي شربتي داز لك مع الدم، يعني قلبك يقدر يسكت في اي لحظه وخاصك ضروري انك تبقاي معنا هنا تحت المراقبه. نعسوا لي شي ايام في السبيطار ودوك اليامات الاولى والله ما عيط لي يا بابا، واخا وصل ليه الخبر باللي انه بنتك راه قلبها يقدر يسكت في اي لحظه وعارف السبب والله ما جا عندي. فانا عيطت على جده وقلت لها اجي مورايا غادي نمشي لعندك، وانا راني ما نقدرش نرجع لديك الدار عند ديك المراه لانها تقدر تقتلني. وحتى لاخر نهار فاش غادي نخرج ما عارفش شكون قال لبابا بلي انه انا خارجه في حالي وهو غادي يدخل عليا للبيت اللي كنت نعسه فيه، وقال لي منين تكوني خارجه دوي لي نجي من موراك. ما زدتش معاه كلمه من غير ان شاء الله. جات جدتي ركبتني في الطوموبيل وقالت لي يلا للدار باش تجمعي حوايجك. قلت لها لا 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 راني ما بغيت لا حوايج ولا حتى شي حاجه، انا ما بغيتش اصلا انني نرجع لديك الدار، بغيت غير نمشي في حالي. انا ذاك ما كنتش خدامه لانه كنت كنخدم وكنقطع حيت ما كانش شي خدمه اللي هي نيشان، كنخدم في قهاوي شهر شهرين وكيقولوا لي الله يعاونك. غادي نمشي لعند جداتي وتما فين غادي تبدا حياه جديده ديالي. اختي بدات كتجمع حوايجها وما بغاتش حتى هي انها تبقى في ديك الدار. قالت لبابا انا غادي نمشي في حالي. قال لي انت ما درتي حتى شي حاجه بنتي، اختك هي اللي دارت المشاكل. قالت لي بابا واش من نيتك كتجي مع هاد المراه؟ شنو وقع لك ولا وانتي جلسي وحنا راه ما عندناش حتى شي مشكل معاك وما تديش عليها؟ قالت لي لا انا ما غاديش نبقى هنا، غادي نمشي عند اختي نعيش معاها، واخا تكون هي اللي ظالمه انا معاها وماشي مع مرتك، وفوق من هذا الشيء عارفه باللي انه اختي ما غاديش تكذب عليا. عيطت لي اختي وطلبت مني انني نلقى الدار في اقرب وقت باش انني نعيشوا فيها بزوج. مشيت قلبت على خدمه عند واحد الخدار غير باش نقلب على دار وتجي عندي اختي. فعلا قلبت ولقيت دار فيها ثلاثه ديال البيوت، والمشكل انه داك المبلغ هو اللي كان تخلصو هو باش تكرا ديك الدار. اختي كانت حتى هي خرجوها من الخدمه، فانا قررت باش انه نزيد كرايه معايا في الدار، واختي راه غير تخدم غادي تعاون معايا. جدتي هي اللي غادي تكلف لنا انها تكري لنا بالوراق ديالها ولكن الفلوس ديالنا. شديناها وبقينا ساكنين فيها حتى عشنا مزيان واحد المده اللي كانت ما بيهاش. من بعد انا غادي نتعرف على واحد الشاب عن طريق الصديقه ديالي اللي راجلها كيعرفو هو. المهم تلاقينا وبقينا تنتعرفوا مع بعضياتنا ماشي بزاف لمده عام، وهنا فين قررنا باش اننا نتزوجوا. قلتها لاختي وقلت لها سير رجعي لعند بابا. قالت لي لا صافي انا غادي نمشي نكري. مع انا ذاك كنت دبرت ليها على خدمه اللي فيها داروا ليها كونطران تاع ديما وكانت كتخلص مزيان. كرات انا غادي نتزوج ومشيت لدار راجلي غادي نسكن معاهم وكل شيء كان بخير. لكن بلاتي قبل ما غادي نوصل لهاد المرحله تاع الزواج عام وانا خارجه من الدار،
ما بقى لا هو لا انا كنعرف عليه شي حاجه. حتى عيطت ليه وقلت ليه انا غادي نتزوج وبغيتك توقف معايا واخا غير نهار، حيت العائله ديال راجلي اللهم بارك كانوا ليهم واحد الافراد تبارك الله كثار، حيت عنده خواتاته ووالديه وعمو ولاد عمو هنايا. قلت ليه انا غادي يجيو يخطبوني وما كاينش مع من ولا عند من، حيت ما بغيتش من الاول انا نفضح ونقول المشاكل اللي كتدور عندنا في العائله. فتلاقيت به دوينا انا وبابا وسولني فين فين تعرفتي عليه. تلاقينا بعائله راجلي من بعد وعجبوا بعضياتهم مع عائلة راجلي مع بابا، تفاهموا معاه وهو فرح بزاف وقال لي بلي انه غادي ندير ليك الخطبه عندي في الدار. لا انا ما بغيتش نتلاقى بهذيك الشيطانه، واش مازال ما باغيش تيق بلي انا ضربتني؟ انا ما عرفش كل واحد وشو تيقول فيكم وانا ما عارفش مازال الحقيقه. بابا ربي اللي عان ومازال هو اللي غادي يبين لك الحقيقه مع الوقت في الدنيا قبل الاخره. حتى هذا كلام وسكتنا وسدينا الموضوع. غادي يقول لي اجي دوزي حفلتك عندي وما تهضري معاها ما تهضر معاك. قلت ليه وصيها ما تهضرش معايا ويدوز داك النهار ونمشي في حالي. غادي نجي وغادي نكتشف بلي انها حامله انا ذاك ب 8 شهور. لقيتها كتوجد وفرحانه وما عرفت شنو. انا جاتني غريبه، عيطت لاختي ما بغاتش تجي، عييت ما نغرب فيها كتقول لي انا هذيك ما نشوفهاش. حاولت نقنعها ولكن ما قدرتش. الاخرى كتوجد وما بين الخطبه وضرب الصداق اللي كانت ما بيناتهم اسبوع بقات كتوجد، ونهار ديال الخطبه ما خلات ما دات ما طيبات، ما نعساتش لمده 3 ايام. وفي طريق الصداق حتى هو كذلك. درنا واحد الحفله غير صغيره في الدار، اختي غادي تجي في ضرب صداقي من بعد طليب والمزوقة، حيت بداو كيسولوا عليها عائله راجلي. فقلت لهم راه غير مسافره وما كنتش علمت على تيساع. جات اختي وتصدمات، قالت لي هذه مالها فرحانه بحال هكا وكتوجد، ومن كتنوض مع 6 ديال الصباح ما كتنعس الا 3 ديال السوايع وتعاود تفيق مع 6. قلت لها حتى انا براسي مصدومه وما فاهمه حتى شي حاجه، الله يدير الخير مورا هذا الشيء. فما هضرتش معاها لا انا لا اختي، وبقينا تنوجدوا كنتعاونوا معاها ولكن شي ما تيدوي معها شي. ملي جا العدول والشيخ قال راكم زوجين، تخيلوا معايا هي بدات كترعد وكتبكي وطارت عنقاتني ديك الساعه وقالت لي راني فرحت ليك. انا شفتها حامله وداك الشيء اللي دارت بديت كنقول صافي يا فاتن نعلي الشيطان نسي الماضي، شوفي شنو دارت، يمكن تبدلت ويمكن هادي وهادي وهادي، وبقيت تلقى لها في الاعذار. هكا تصالحنا وما هضرناش في الموضوع. فغادي ندوزو انا وراجلي داك النهار ومشيت في حالي، ورجعنا من بعد كنا تنهضروا عادي بلا ما نناقشوا شنو وقع من قبل. اذا هي بغات تجبدو انا كنحبسو لها داك الموضوع، حيت عارفه اذا جبداتو غادي ندابزو. ولدات من بعد وليت خويا وهي تبدل عاوتاني ناضوا المشاكل. في الاول بابا كان رافض انه يولد وكان ديما كيوصيها باش انها دير الاحتياطات، وهي كل شهر كانت كتقول لنا اوبس نسيت الكينه ديالي. تما فين عرفنا بلي انا وهاد خيتي باغا تحمل. ولدات الولد هي وبابا اللي كانوا متفقين يسميوه واحد السميه. نهار ولداتو قالت ليه النون والقلم انا اللي غادي نسميه فلان، قال لها بابا لا. المهم داك النهار دابزو على فلان ما فلان ما فلان، بابا تعصب عليها وكانوا غادي يوصلوا للطلاق بسبب داك الاسم. ولدات الولد ودقلبات على بابا، ولات المشاكل وكل مره كتقول ليه طلقني وخرج عليا. وهنا فين بدات كتبين الوجه ديالها الحقيقي الشيطاني، حيت عيات ما تمثلوا ادوار وديرهم باتقال لدرجه انا كنت كنتيقه. ما يمكنش كيفاش كانت تتقل الادوار ديال البراءه والصوت الحنين، واخا اللي بغيتي نديرها حتى واحد الساعه كتحول. فغادي نوضوا المشاكل ما بينها وما بين بابا، ولات رجعت كدير تيك توك. فبابا ما عجبوش الحال وقال ليها والو ما تدخليش لهاد الهبال وديري ليا اللايفات هنا. بداو المشاكل في هادشي ديال اللايفات، هي عمرها اصلا ما خدمات وكانت كتشد الفلوس غير من الطليق ديالها على قبل ولادها، وحتى طليقها كان ضربها ودخلاتو للحبس. بابا قال لينا ديك المده اللي انا وياها مزوجين كان عندها واحد التليفون سري اللي عطاوه ليها على اساس انه اللي قرب ليها تبرك في ديك البطونه ويجيو البوليس فين ما كانت. فهي فاش بدات كدير لايفات وكيدخلوها الفلوس قالت لبابا شري ليا دوك الريحات العربيه باش تبدا كتبيع فيهم في التيك توك، وبدات كتحس بالفلوس كتدخل. بابا بدا كيشوفها كتبدل، قال لي وقت ما جيت للدار كنلقاها في الكاميرا والولاد اعزكم الله خانزين بريحه البول، والصالون مجعلك وتا هو معفن، وخويا الصغير ما لابس لا حوايج ولا حتى شي حاجه، وجوج مرات غادي يدخل للسبيطار حيت كياكل شي حاجه وكتوحل ليه حيت هي ما مقابلاش تيزراك حتى كيبغي يموت. فاختي غادي ترجع تسكن معاهم وغادي تجمع فلوسها باش انها دير دارها. فرجعت مع بابا، ومرتو كانت كتهز الولد وكتخليه ليها النهار كامل وهي في اللايف. بابا غادي يطلب منها تحبس ورفضات، خيرها بين تحبس والفراق. قالت ليه الفراق وعرفتي دابا يلا خرج عليا من داري. اشنو دارك؟ راه انا اللي جبتك ليها. لا هادي داري انا.
نظن المشاكل ما بيناتهم كل مرة غادي يفرقوا البيوت. بابا كان خلي ليها بيت النعاس اللي كان كبير تبارك الله في المرحاض وفي حتى الدريسينج. انا هاد الوقت كنت عايشة مع راجلي اللي جا لبلاد اوروبية واحدة اخرى واللي التحقت به، يعني انا كملت حياتي واختي بقات معاهم، وكانت كتعيط ليا ديما المشاكل. شو غادي نقول لكم؟ غادي يبقاو مطولين في نفس الحاجه. رجعت عاود وعاوتاني تصالحات مع بابا ورجع لبيته وقعوا المشاكل، وهي اللي خوات هذه المره داك البيت. وهنا بنت ليه هو على حقيقته، بدات تقول لي خرج عليا من الدار، وجهلات وخرجت داك الوجه. ديما كانت اختي كتسجلهم وكتخلي لربما شي نهار توقع شي حاجه، فما تلاتش باغا الصلح مع بابا وكتطلب منه باش انه يخرج عليها، حيت صافي ضمنات الدار. بابا فاش بانت ليه هي على حقيقته، حيت جبد معاها الموضوع وقالت ليه الحقيقه، غادي يعيط ليا وغادي يطلب مني السماحه، وبدا كيبكي تيقول لي يا بنتي سمحي ليا حيت ما تيقتكش في الوقيته اللي كان خاصني نتيقك. قلت ليه ماشي مشكل، راك كتبقى با في جميع الاحوال. دوزت مده قلت لبابا عرفتي شنو، غادي دير الاحتياطات ديالك، لانه هاد المراه خطيره، راه خرجتني انا وبغات تخرج اختي اللي قالت ليها حتى هي بلي انه خرجي عليا من الدار. وكل مره كانت كتمشي كديكلاري باختي وكتقول لهم راه كتحاول باش انها تقتلني انا ولادي، والبوليس ما كانوش يقبلوا ليها الدعوه ببساطه لانها ما كانش عندها الدليل. اختي كل مره كتوصلها دعوه بلي انه كتهدد ولاد ديك الشيطانه بالقتل. انا هاد الوقيته بديت نقول بابا حبي راسك، مادام هادي كدير هاد البلان لاختي راه انت غادي دير لك شي حاجه، فشري الكاميرات. لمده 3 شهور وانا تنقول ليه نفس الجمله. تعيطت لي اختي قالت لي راني كنعيط لبابا وما كيجاوبنيش، يمكن سرقوا ليه التليفون. قالت لي راه كيجاوبني واحد الراجل في التليفون ديالو. تخلعت على بابا مشات للدار حيت انا ذاك كنت بهت عند صاحبتها، فما لقات حتى شي حد. قالت لي غادي نطلع للكوميساريه نديكلاري بلي انا وبابا سرق ليه التليفون وما عرفاش فين هو. انا قلت لها بالضحك ايوا اذا ما لقيتيهش تما. من بعد ساعه بالضبط عيطت لي وقالت لي اختي ها هو هنا مشدود ياك. اييه راه هي اللي عيطت للبوليس واللي كنا خايفين منه ها هو وقع. غير باش نشرح لكم، انه بابا عنده زوج ديال الاتهامات. الاتهام الاول ديال المراه الاولى واخا ما ضربهاش بالصح وعيطت ليه البوليس، فدارت ليه من بعد تنازل، ولكن بقات عليه واحد الورقه موسخه باللي انه راه ضرب. بابا كان معاود لهاد المراه ديالو الثانيه كلشي، شنو كانت كدير ليه المراه الاولى الى ما اخره. فعيط ليا بابا وقال لي والله بنتي اقسم بالله ما حطيت عليها يدي. فاش عيط ليا لقيتها هي اللي مقطعه ليه القميجه ومجرح من عنقه، يعني هي اللي ضربته وتكرفصت عليه، ما يقدر يدير لها حتى شي حاجه لانه ما عندش الحق. ودارت ليه نفس اللي دارت ليا نهار ضربتني وخرجت من السبيطار، ولقيتها هي اللي داعياني بلي انا اللي ضربتها واحد الضربه اللي كانت في ظهرها وما عرفش منين جات. شكون ضربها انا ذاك الله اعلم. فزدحت الباب وبقات بوحدها في الدار. شوف شنو دارت، بابا تيحلف وكيعاود. قلت ليه بلي انا بابا راني متيقاك، واللي شاف بابا في ديك الحاله ديال المضروب كيتيق بابا، ولكن البوليس ما يقدروش يتيقوا به لانه عندنا دليل واحد اخر اللي ما موثوقش. انا ذاك فاش هي ضرباته كان هو كيهضر مع جده اللي هي امه، وكان شافتها فاش ضرباته، ولكن مع جده كبيره في العمر ما عارفاش كيفاش تسجل ولا توثق شي حاجه. البوليس قالوا لي ما عندنا ما نديرو، وهي راه لقينا فيها الضربه، وهنا في اوروبا الراجل محقور. اذا عيطت امراه وقالت لهم راه ضربني تيهزوه بلا ما يسولوه ولا يقلبوا. بابا تشد ديك الليله عيطت لي اختي وقالتها ليا ما نعسش 24 ساعه. هي بقات معاه تما ولا غد لي غادي تكون المحكمه. عيطت انا لهذوك اللي تيبدلوا السوارت مع الربعه ديال الصباح، وقلت لهم عافاك ضروري تكون واحد فيكم مع السبعه ديال الصباح والبلاصه الفلانيه باش انكم تبدلوا السقطات ديال البيوت ديالنا في الدار. السبعه ديال الصباح كان واحد تما وهي راه في المحكمه، وحيت اختي كانت معاهم تما فعند بالها بلي انه الدار راه هي خاويه، وانا راه جداتي مشات للدار وتلاقات مع داك اللي تيبدل السوارت وقفلات الباب. جات لقات جداتي واختي راه في الدار وقالت لهم شو كديروا هنا، باكم راه خرج ايوا سيروا تبعوه. جات باش تحل الباب ما بغاش يتحليها، حيت درنا السقطات غاليا صعيب انك تهرسي الباب. حلوا ليا الباب ديال بيتي وجمعوا حوايجكم وسيروا خرجوا بحالكم. قالت لها اختي اشنو ما غاديش تخرجي من داري ياك ما ناويه ديري ليا كيف ما درتي لبابا. عيطت البوليس وقالت لهم هذه داري وعطاها ليا القانون. هو فعلا انه القانون عطاها الدار، وان بابا ما يجيش واخا خرجوا حيتاش ما لقاوش عندها ادله، حيت لقاوهم بزوج بلي انهم مضروبين. خرجوا بابا وما يقدرش يدخل ديك الدار ما حدها فيها على بعد 300 متر،
عيطات البوليس وقالت لهم مو اختو يخرجوا عليا من الدار. قالوا لي لا ما تقدريش تخرجيهم، الراجل ضربك ولكن هادوك شنو ذنبهم؟ خاصهم يبقاو تما. وهنا غادي يبداو مشاكل من نوع اخر. ما عجبهاش الحال، علاش نديرو سقطات في البيوت ديال اختي وديال بابا؟ اما داك اللي هي نعسه فيه ما فيه لا سقطه لا والو لانها جالسه فيه. وقعوا مشاكل، وحتى هي ناض دارت سقطه في البيت ديالها وجات ديرها في المرحاض. انا داك هبطت ومشيت عيطت للبوليس، قلت لهم ها شنو كدير فلانه؟ قالوا لي هلا راه ماشي من حقك. لا وراه كاينين ثلاثه نتاع الطواليطات في الدار وكل بيت فيه طواليط. الا ماشي من حقك، واذا هما بغاو يدخلوا لهاد المرحاض راه هما من حقهم كيفك انت. المهم كل مره كانوا كيجيو تيقمعوها فاش كتبغي تزيرنا زعما بالقانون. انا جيت ودرت الكاميرات في الدار بالداخل ومع لا برا. كل مره كندخل كنعس مع اختي في البيت كتجي كتدق عليا وكتقول لي اجي وانتي شكون جابك هنا؟ ياك مزوجه سيري لعند راجلك. لا اختي هذه دار با وداري ساكنه فيها قهنا قبل ما تجي انتيا، وانتي اللي خصك تخرجي. استمر الصداع والمشاكل حتى لواحد الوقت بدات كتجمع حوايجها وخرجات، ما عرفناهاش فين مشات لانه قوينا عليها سيري فحالك نكريو لك غير خرجي حلينا من هنا. قالت لينا راه غادي نخرج فاكونس، ولكن حنا ما متاكدينش فين مشات. لكن قبل ما تخرج قطعات لينا دوك الثلاجات الكبار اللي قال لي بابا يخلفهم الله، وحرقات لينا الصبانه وهرسات وما خلات ما دارت. والمشكل انها خرجت بالسوارت وبيتها قفلاتو وخرجت بحيله مشات لديك الدار اللي كيعطيو المساعده. انا رجعت فحالي عند راجلي باش نقاد شي اوراق لانه ويا الحمد لله بخير وعلى خير. من تزوجت به صراحه ارتحيت وربي عوضني به وجزاني به، لقيت فيه الحنان ديال الوالدين وعائلته اللي ما شاء الله. باختصار مفيد وقعوا بزاف ديال الاحداث اللي ما يمكنش لي نزيد نطول عليكم فيها، ولكن ربي عوضني وحماتي راه بحال الام ديالي ولويساتي بحال خواتاتي، وبابا فرحان بهم. ونهار سمعوا هذا الخبر عليه حماتي مسكينه مرضات وطلع ليها الطونسيون بقوه، ما عندهم بابا عزيز وكيدخل في القلب. مشينا سولنا البوليس، واخا خرجت ديك الشيطانه من الدار واش ممكن بابا انه يرجع للدار؟ قالوا لنا باللي انه لا، بابا ما شافش ولده هذه شهرين وما عرفناش فين هي مشات بالضبط من نهار مشات. انا مره هنا ومره لهيه، والحمد لله انا وراجلي مفهم الوضعيه، واخا حتى هو ما خلاتوش ومشات لعنده وقالت لي باللي انا انسانه فاسده، لكن الحمد لله راجلي كيعرفني وعارف الاصل ديالي وعطاها علاش كتقلب. اما عائله ماما تيقولوا لي صافي ما تبقيش شابطه لعند باك، خليه يتحمل المسؤوليه ديالو وبي حياتك مع راجلك. ولكن انا تيبقى فيا هذاك با ما نقدرش نتخلى عليه. في قصتي اختصرت لكم كيف قلت لكم بزاف، غير باش نقول لكم بلي انه من بعد الموت ديال ماما تقصحت بزاف من بابا والعيالات ديالو، واضطريت انني نخرج نقلب على راسي لكن حلالا طيبا. خرجنا صغار انا واختي، لكن ربي حفظنا من بزاف ديال الحوايج اللي يقدر اي واحد يطيح فيهم. اللي بغيت نقول للناس بلي انه اي واحد وقع عليه شي حاجه اليوم غير يصبر، وربي راه تيكون مخبي لك الخير. بلاتي ما تحبسوش الحلقه لانه غادي نقول لكم كل واحد والجزاء ديالو شنو خدا فيه. ديما كنت انا كنقول علاش انا اللي تيوقع لي هادشي، لكن اليوم تنقول الحمد لله بدا صحيت نفسيا وراجلي جهز عليا حمل كبير في المسؤوليه ديال الحياه، وكيعاونني اليوم باش انني نخرج اجمل وانجح نسخه مني. مازال ربي ما عطانيش الوليدات، كنطلب الله انه يرزقني بهم. ما تنساوش انكم تدعيو معايا اذا سمعتوا قصتي، لانه بعض المرات كيجيني خوف من واحد الجمله قالتها لي مرتبه واللي هي بغيت ربي يحرمكم من الوليدات انت واختك. بقات في هذه الجمله كل مره كنحاول انني ندير وليدات انا وراجلي، كتبدا هذه الجمله كتدور في دماغي ياك ما تقبلات لهذه الدعوه. اما من ناحيه بابا هو اليوم عنده زوج ديال الدعوات، هو طليق حر لكن مازال كنتسناو الحكم ديال المحكمه. ورغم انه مرته القديمه تواصلنا معها انا واختي، فقالت لنا بلي انه تزوجات ودارت حياتها، وقالت لنا بلي انه اذا احتاجيتو اي حاجه انا هنا، وقالت لنا بلي انه السبب الحقيقي باش تطلقوا اللي كنت قلت لكم في الاول في اخر الحلقه نقول لكم، هي غادي تكتشف بلي انا وبابا كان تيهضر مع هاد الشيطانه، هذا هو السبب نتاع الطلاق ديالهم. وقالت لي بلي انه حنايا كنا عندها عزاز وكانت كتبغينا، ولكن انا داك شدتها الغيره. وقالت لنا بلي انه عمرها ما كرهتنا ولا كانت ناويه انها تخرجنا من الدار. ودابا قالت لنا اذا احتاجيتو اي مساعده ولو اضطريتو انني بغيتوني نشهد معكم بلي باكم عمرو ما دار شي حاجه انا هنا. اما العائله ديال بابا شنو غادي نقول لكم، العداله الالهيه كتحقق. انا ما كنتشفاش ولكن ربي كنشوف انه كيحقق فيهم
الظلم اللي داروا لينا وكيصرفوا الحساب ديالهم في الدنيا قبل الاخره. فكاين اللي تشلل، كاين اللي مرض، مرض اللي هو خبيث، وكاين اللي مات ليها راجلها وما عرفت كيفاش تعيش، كاين اللي تزوجات راجل اللي تكرفص عليها لدابا، وكاين اللي مات ليها بنتها، وداك اللي ضرب ماما راجل بنت خالت بابا كان دخل الحبس وهو ولده على السرقه، وبنته جاتو حامله للدار وما عارفينش حتى شكون باه. فتالي زوجوها لواحد الراجل اللي مكرفص عليها مسكينه. مرات عمي اللي تكرفصات على ماما طلقات ومشات تخدم في واحد البلاد، وراه كيكرفصوا فيها دابا. كل مره كيعيطوا لبابا وكيتشكاو ليه ها شنو وقع ليهم، عافاك عاونا. كاينين الوالدين زبلوها والولاد هما اللي خلصوا في بلاصتهم، فالله يهديهم. وكنتمنى انه يكون وصلهم الدرس من هذا الشيء اللي داروا، في حاله اذا فهموا بلي انهم كيخلصوا دابا. انا قطعت معاهم من صغري، وكل مره تنهبط المغرب كنمشي عند عائله ماما وعائله راجلي. من حكايتي هذه بغيت منكم زوج ديال الحاجات عافاكم. اولا تدعوا مع بابا انه يدير لي الطريق من الضيق. ثاني حاجه انه ربي يرزقني بالوليدات، لانني وصلت لمرحله انني محتاجاهم مع راجلي. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه فاتن. يا ساده الكرام، كنت قلت لكم بلي انا وفاتن شاركت معايا فيديوهات وداكشي كامل اللي كانت يوقع في الدار، لانه كانت مضطره انها تصور باش تدي المحكمه شي شهادات اللي يكونوا ضد ديك خيتي اللي هي مرتبهم. فاشنو غادي نقول لكم، انسانه تتقن التمثيل بقوه، كتقول كلام وكتعاود كتقلبو، يمكن لها تكون ضحكه شويه، يمكن لها تكون كتبكي. انسانه خبيثه، واللي شافها يقول اللهم بارك. هذه ايقونه في الدين، الحجاب على حقيقته وطريقته واللباس طويل، ولكن ما تغروش بالمظاهر، لانه سبحان الله هذا الشيء دابا انا اللي كنعاود لكم لانه شفته بعيني. نقدر نقول لكم ربما تقدر تكون شي حاجه ما ناكدش فيها، ولكن شفت فيديوهات لهذا الانسان راه خطيره، ما يمكنش تتقن التمثيل. من هذا الشيء كامل غادي نقول لكم اولا والحمد لله على العوض الجميل وسط هذا الشيء، لانه ربي رزق فاتن بالزوج الصالح وعائله صالحه اللي عوضت نوعا ما على الاذى والالم والفراغ. اما بالنسبه للاب ديالك يا فاتن، انا كنت عطيتها ملاحظه انه ربما حتى هو كيخلص اليوم شنو دوز على ميمتك، واخا انسان طيب وكذات لي بلي انه شحال من واحد تيقول او لا تيشارك نفس الكلام. فبعيدا عن ظلم الناس، بعيدا على هذه القصه، بعيدا على هذه الحكايه وتفاصيلها، بعيدا على اذى الناس والطغاة نتاع الناس، الزوج خاصو يكون الملاذ للزوجه من بعد الله سبحانه وتعالى، لانه ما تيعقدش واحد العقد عادي ديال دار كيشريها وكيدير فيها ما بغى، ولكن تيعقد عهد مع الله انه غيصون واحد الامانه، واحد الانسان اللي هو ربما اختارها، ربما هي اللي اختارته، ربما اضطرات باش انها تختاره. كيف ما كانت الدعوه خصو يصون ديك الحاجه اللي ولات على الذمه ديالو. فنسال الله السلامه ونسال الله العافيه ونسال الله انه ربي يجيب شي فرج لهذا الاب، وانه كل واحد ياخذ حقه في الدنيا قبل الاخره، لا في حياتي لا في حياتك انت وانت، ولا في حياه حتى فاتين، لانه حنا كنعرفوا بلي حتى شي حد معيش في هذه الحياه بدون قصه بدون حكايه، غير هو كل واحد والدرجه نتاع الالم والدرجه نتاع شنو كيعيش ديال الابتلاءات او ما غير ذلك. فدمتم في رعايه الله وحفظه، ما تنسوش انكم تخليوا تعليق جميل لفاتن انا عيشتنا معها هاد يومين، ودمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غد ان شاء الله. سلام سلام.